وللحديث عن مستقبل البلاد في ضوء الانتخابات المقبلة ومحاولة حكومة الكاظمي إقناع العراقيين بالمشاركة في ظل ارتفاع أصوات المقاطعة والمخاوف من التزوير، ينضم إلينا من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، ما المانع من أن يشارك العراقيون في هذه الانتخابات، ولماذا هذه المقاطعة من كثير من العراقيين بحسب ما تنقل الكثير من المواقع العالمية؟ بداية تحية لكم وشكرا للاستضافة وتحية لمشاهديكم الكرام. أهلا بك. الحقيقة الانتخابات السابقة وما أفرزته العملية السياسية بمجملها لم تعد بالخير إلى الشعب العراقي، ولم تقدم وضع جديد اقتصادي أو حالة سياسية جديدة في العراق. فلم يمكن لم ينتقل حال المواطن العراقي من حال معين إلى أفضل، بل من سيء إلى أسوأ. نعم. ولم يفي أي من هذه الأحزاب أو الشخصيات التي فازت بالانتخابات السابقة حسب رؤى المفوضية، لم يفوا بأي وعد من وعودهم، حتى التي كانوا بالأصل هم يقدمونها دعاية كاذبة يعني. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني كيف للحكومة أن تعلن عن انتخابات تعول على أن تمهد لتغيير وتسمح بالمقابل لذات الأحزاب والشخصيات المتهمة بالفساد تسمح لها بالمشاركة فيها وحتى باستخدام موارد الدولة للترويج لدعاياتهم الانتخابية على حساب مال الدولة؟ الحكومة يعني حكومة توافقية جاءت من مخرجات العملية السياسية، لا تستطيع الخروج من أطراف العملية السياسية ومستلزمات متطلبات الأحزاب عليها. فهي لم تقدم أي شيء للانتخابات، إنما فقط وعود وهمية وتسويق الوهم للشعب العراقي على أساس أنها تقدم شيء وتعول على أنه إحداث تغيير، وهذا أبدا غير صحيح، بدليل أن الكاظم يقدم كثير من الوعود، منها إلقاء القبض على قتلة المتظاهرين ولم يفعل. صحيح. لم يقدم أي شيء، والرفض هذا يعتبر الرفض الشعبي، رفض للعملية السياسية برمتها، ليس رفض فقط للانتخابات، لأن الانتخابات تأتي بنتائج ذاتها نفسها، لأنه هو العملية عملية توافقية، والتوافقية بحد ذاتها هو إلغاء لعملية الانتخابات وإلغاء الديمقراطية. هذا ما يجري في العراق بشكل مختصر يعني. نعم سيد عبد الله، في هذا الإطار أيضا هناك العديد من المتظاهرين الذين نادوا ورفعوا أصواتهم مطالبين بانتخابات مبكرة، نجدهم الآن يعلنون مقاطعتهم للانتخابات المقبلة. السؤال هنا، ما الضمانات التي قدمتها الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات، لا سيما مع المواقف الآخذة بالتصاعد ضد سلاح الميليشيات المنتشر في عموم العراق؟ مثل ما سبق وان ذكرنا، هذه الحكومه لم تقدم شيء من ضمانات، انما قدمت اوهام للشعب العراقي على انها ستقدم انتخابات جديده، وبينما ذات الاركان السابقه القديمه التي تقود الكتل السابقه الفاسده هي تقود العمليه الانتخابيه واجوائها وذات الاسماء، والحكومه تسمح لهم، الحكومه جزء منهم وليس خارج عنهم. الحكومة لم تقدم أي شيء للشعب العراقي في ظل غياب الأمل عند الشعب العراقي وغياب الإرادة في تحقيق خدمة الشعب العراقي. سيد عبد الله، لماذا لم تقرر الأمم المتحدة مثلا مراقبة الانتخابات وتركت الأمر كله بيد مفوضية الانتخابات التي ذكر رئيسها السابق أن هناك، باعترافات له طبعا، ذكر أن هناك أحزابا سياسية في الانتخابات السابقة طلبت منه تغيير نتيجة الانتخابات، كيف يمكن ذلك؟ لماذا لم تقدم الأمم المتحدة مثلا خطوة من أجل مراقبة الانتخابات؟ تفضل. الأمم المتحدة أحد أكبر المؤسسات الفاسدة في العالم. الأمم المتحدة لا تعتبر للشعب العراقي أي قيمة، والدليل أن أخ الشهيد الوزني إيهاب الوزني اتهم لاسخرت علنا بالتلفزيون أنك تأخذين رشاوى مقابل التستر على قتلة المتظاهرين. مثل هذا التسجيل هو أكيد رسمي وموجود بالأمم المتحدة. لم تقدم الأمم المتحدة على توضيح للشعب العراقي عن هذا الاتهام، ولم تقم بأي لجنة تحقيقية لهذا الاتهام. هذا الدليل على أن الأمم المتحدة لا تحترم الشعب العراقي وهي فاسدة بالأساس، فكيف
تضمن خدمة للشعب العراقي على أي أساس يعني؟ نعم. هذه الأمم المتحدة هي ساهمت في تدمير الشعب العراقي. في سؤالي الأخير إليك سيد عبد الله، يعني بعد مقاطعة انتخابات 2018 كما تعلم، والتي أكدت فقدان الشعب ثقته بالعملية السياسية برمتها، وخرجت الكثير من التظاهرات ولا تزال مستمرة، السؤال هنا ماذا ينتظر العراقيون من المشروع الأمريكي في العراق الذي بات مرهونا أيضا بوصايا معلنة وغير معلنة إلى إيران؟ اليوم أمريكا تعيش حالة تخبط سياسي كبيرة، وتعيش معاناة سياسية داخلية كبيرة، أزمة سياسية كبيرة. نعم. نتيجة هروبها من أفغانستان، وهذا يجعلها تتمسك كثيرا بالعملية السياسية بالعراق أمام كحجة شعبية أمام الشعب الأمريكي. وكل ما سيجري هو سيجري اتفاقات فيما بين أمريكا وإيران في النمسا. هذا الحديث سيكون واضح وصريح أمام كل الأطراف اللي تتفاوض على المشروع النووي الإيراني، أن إيران تتمدد في العراق أكثر من هذا، وتكون أمريكا يعني صاحبة العملية السياسية وراعيها ويحميها إيران. الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان من كوبنهاجن كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.